مرحبا أليكسس، كيف حالك اليوم يا أليكسس؟ بدي أعلمك تكتب باسمك بالعربي بين السطرين، أوكي؟ بالأول رح حط بالقلم الأزرق نقطة، هيدي النقطة هي نقطة الانطلاق. من هيدي النقطة دايما بدك تكتب باسمك، بتبلشي من هيدي النقطة. فإذا من النقطة الزرقاء بنزل خط عمودي وبدق بالسطر اللي تحت، هيدي آ، فوق الآ في همزة، كيف بكتب الهمزة؟ بعمل خط مائل صغير، خط مائل تاني صغير، وخط مائل تالت لتحت. فإذا هيدي همزة، هيدي الآ. بعدين من فوق بنزل خط عمودي، دق بأول سطر، ما بنزل لتحت، بعمل إيد، بطلع خط مائل نحو اليسار وبرجع خط مائل نحو اليمين. بشيل ايدي من فوق بنزل لتحت، بعمل ايد خط افقي طويل، هيدا حرف السين، برجع بطلع خط عمودي صغير، بنزل على نفس السطر وبرسم خط افقي طويل وبنزل لتحت، ببرم وبطلع. فاذا ا لك س، هيدا حرف الس، هيدا حرف الياء الى شخطة تحتها، وهيدا حرف السين بالاخر، اوكي؟ فاذا الك سس. فاذا اليكسس انا رجعت رسمت لك الاسهم، تما تنسي الطريقة اللي بتكتبي فيها اسمك، دايما منبلش من النقطة الزرقاء ومنلحق الاسهم، اوكي؟ ما بدنا ننسى، كل يوم بدنا نكتبه يا اليكسس مع مامي، ومامي تبعت لي اياه على التشات تيمز. أوكي، إلى اللقاء.